ويا صباح الفل، كان المفروض بان الفيديو اللي يتصور دلوقتي مختلف تماما عن المحتوى اللي انت بتتفرج عليه، بس لما صحيت من النوم وبصيت في التليفون كده فلقيت بان التاريخ 23/5، فقلت بس التاريخ ده يلزمني، فقلت اعرفكم من 23/5/2013 ل 23/5/2021 الثمان سنين دول غيروا ايه في حياتي وازاي كانت رحلتي في مصر لمدة 8 سنين. فزي النهاردة سبت سوريا وجيت مصر، فخلينا ندردش مع بعض، يلا بينا. ومساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعين قناة دكتور هيرو، اهلا وسهلا بيكم في حلقة مش عارف اقول صراحة هي فلوج ولا فيديو دردشة ولا، بس المهم انها مش فيديو تعليمي خالص، هو فيديو بيقربنا من بعض اكتر، بيعرفنا عن بعض اكتر. يوم 23/5/2013 بعد بدء الحرب في سوريا بحوالي سنتين وشهرين انا وعيلتي سبنا البلد وخرجنا سافرنا على مصر. كنت حاسس بان انا عايز ادردش معاكو على ايه اللي حصل في الثمان سنين دول، وايه اللي اختلف من شخص ما كان بيعرف يفرق ما بين الخمسة جنيه والعشرين جنيه لأنه شكله متشابه جدا يعني، وعنده مشكلة مع كلمة أستيك وأستيكا والأستيك، لشخص دلوقتي رايح يدي محاضرة في مستشفى الأورام لبعض الأطباء والممرضات. فالموضوع محتاج وقفة فعلا، وإن أنا أبص كده إيه اللي حصل في 8 سنين. بعرف بأنه ناس كتير رح تكتب بالتعليقات بأنه عادي أي شخص بيغير مكان إقامته وبيطلع من بلد لبلد إما لتحسين معيشته أو لشغل أو لدراسة أو أي كان، بس الوضع كان مختلف شوي مع ظروف الحرب. أي شيء بالحياة بيتم غصبا عنك فهو شيء سيء. خليني ذكرك لما كان عمرك سنتين، لما أمك فتمطر عن الرضاعة فانت كنت كتير متضايق، كان مصدرك الوحيد ساعتها للغذاء هو حليب امك. بس لما كبرت ممكن تكون من الناس اللي اصلا لما كبرت ما كانت بتحب الحليب ابدا، بس الشيء لانه تم غصبا عنك ولانه كان هو مكانك الوحيد ومأمنك الوحيد فهو كان شيء كتير سيء بالنسبه لك. من 8 سنين لما الناس تركت بيوتها وطلعت من سوريا وراحت على بلاد مختلفه كان الوضع كتير موتر، كان الوضع كتير صعب لاكثر من سبب. اول سبب هو اللي انا ذكرته من شوي، هو ان الموضوع تم غصبا عن الناس، أن الناس طالعة مجبرة أو مكرهة، طالعة من بلدها مكرهة سواء كانت طالعة على أوروبا أو أمريكا أو أي مكان، فالموضوع كان غصب. سفرني على أي بلد واتركني وانساني. تاني شيء هو أن الناس طلعت من بيوتها وتركت المكان اللي تربت فيه وتعلمت فيه وعاشت فيه وتزوجت فيه ولادة تربوا فيه. للوهلة الأولى بتحس أنه أنت مستحيل توقف على رجليك مرة تانية، بهذا الوقت حيكون عندك مشاعر كتير متضاربة، راح تحس بأنه لحالك. بوقتها تقريبا كان عمري 17 سنة، ولحنا طالعين ورايحين على المطار كان عندي شعورين كتير مختلفين وكتير متضاربين. شعور هو أنه نحن رح نخلص من صوت الحرب، صوت الضرب، صوت الرصاص، والشعور الثاني هو أنه أنت مطلوب منك تروح على عالم جديد وتعمل كوميونيتي جديد، أنت مطلوب منك أنه مثل ما بيقولوا تبني حياة جديدة بدون أي تجهيزات مسبقة. بوقتها صراحة كان كل المخي عن الثقافة المصرية هو شوية الأفلام اللي أنا شايفهم أو المسلسلات سواء من عادل إمام أو من أي مسلسل تاني أو فيلم تاني، فكنت جاي على أساس هذا الاتيتيود وعلى أساس هاي المواقف أو هاي الثقافة اللي أنا شايفها بالأفلام. بوقتها كنت بعيد عن التعليم لمدة سنة كاملة، فكان عندي شعور كتير متحمس بأنه أرجع للمدرسة مرة تانية. ممكن الموضوع يبان أنه هو شيء أوفر لأنه مضى عليه 8 سنين، بس كان في مشاعر مختلفة ساعتها. ومن يومها أخذت قرار بأنه أنا جاي على المجتمع هذا مو لحتى أعيش كشخص غريب أو كشخص وافد أو كشخص مغترب أو كشخص لاجئ، لا أبداً، أنا جاي لحتى أعيش حياة طبيعية جداً، ورح قاوم أي شيء تاني ممكن يمنعني من أعيش حياة طبيعية. كان في كثير صعوبات بوقتها، وهو أنك تتعود على المكان، على اللهجة، على الناس، على طبيعة التعامل، على العادات والتقاليد، رغم أنه في كثير تشابه ما بين الشعب المصري والشعب السوري بالعادات والتقاليد والثقافة، ولكن اللي كان بيسهل كل هذا بأنه الشعب المصري عنده قابلية كثير كبيرة ليتعرف على أشخاص من جنسيات تانية ومن أماكن تانية، وبيحب كثير كثير أنه يتعرف على حدا مختلف. بدأت رحلة التعلم ورحلة التعايش والتأقلم، وهون بيجي قرارك أنت شخص كنت عايش بدولتك ببيتك بمكانك
مع كل العائلة جنبك، مع أسرتك الكبيرة وأسرتك الصغيرة، فكان ما مطلوب منك كتير مسؤوليات، يعني عادي جدا. بس لما بتتعرض لحرب، الحرب بتحسسك بأنه أنت شخص لا تستحق الحياة، ولما عمليات التهجير بتصير فأنت بيوصل لك إحساس أنك ما بتستحق تعيش بمأمن. فهون بيتحول دورك من شخص كنت عايش وكل اللي مطلوب منك هو أنك تكون شخص نافع للي حواليك، لشخص مطلوب منك تثبت أنه أنت بتستاهل أنك تعيش، بتستاهل أنك تكون عايش بأمان، بتستاهل أنك تكون عايش بسلام، بتستاهل أنك تكون متعلم، أنه يكون لك رأيك ولك كلمتك. هون حسيت بأنه وقت اللعب خلص. طبعا هذا الشيء ما له صح لا نفسيا ولا صحيا لإلك انه تلغي فتره المراهقه واللعب والمزح وتضيع الوقت، بس الموضوع ما له بايدك. انت مو مسافر على كندا سياحه لمده شهر، انت مطلوب منك انك تثبت انك شخص مثلك مثل اي حدا، لك دور بهذا المجتمع. كنت دائما بركز على القصص اللي انا احتجتها وما لقيتها. يعني لما كنت بالبكالوريا كانت اول سنه لي بالتعليم المصري، فما كان عندي اي درايه عن السنوات اللي قبلها شو كانت فيها، شو عن شو بتحكي، المستقبل شو فيه، الكليات شو فيها. فغالبا حتلاقي الفيديوهات على القناه بتحكي عن الثانويه العامه وعن الكليات، لحتى حاول الشيء اللي انا عانيت منه ما خلي حدا يعاني منه ابدا، حتى لو كان مولود بهي البلد وعايش بهي البلد او ايا كان هو جاي من وين. وبعد سنه البكالوريا او الثانويه اجت مرحله الكليه، وهون كانت فتره المتعه الحقيقيه. اكيد المتعه ما كانت بالضغوطات الدراسيه اللي كنا بنتعرض لها ايام الامتحانات، لا ابدا، كانت بانواع العلاقات والمجتمع المفتوح اللي انا دخلت عليه. بدفعتك بتكون في حوالي 1200 واحد من اماكن مختلفه، من ثقافات مختلفه، من تفكير مختلف، من عائلات مختلفه، فانت ومخك وصداقاتك وعلاقاتك. وبلشت رحله السفر والتطوع والرحلات والشغل، وسافرت حوالي 16 ل 17 محافظه مصريه، وبعد منها من رحلات التطوع للتقديم على المنح الدراسيه، واخذت 3 منح دراسيه. بهالثمان سنين طول الوقت كنت بحب شير النوليدج اللي عندي او الشيء اللي انا بعرفه، فكان اي مجال فيه علم وتعلم كنت بتعلم هذا الشيء وبروح بوصل لناس ثانيه. حاولت فتره الجامعه انه درس اكبر قدر من الطلاب اقدر عليه. بخلال فتره الجامعه درست حوالي 800 ساعه، بهدول ال 800 ساعه درست لحوالي 70,000 طالب، سواء كان اوفلاين او اونلاين. كنت هون عم حل مشكله انا كنت بعاني منها، هو العلم. كنت حاسس بانه العلم بالنسبه لي كان صعب، سواء بمرحله الحرب او بعد ما تنقلت على بلد تاني. انا بهذا الفيديو ما طالع لك انجازات، لا ابدا، طالع دردش معك على شعوري خلال هالثمان سنين، كيف المشاعر والاحاسيس تغيرت من حال لحال بكل وقت. لو قارنت ما بين اهدافي وانا بالمطار من ثمان سنين لاهدافي هلا فاختلفت تماما. رؤيتي للمجتمع المصري والشعب المصري اختلفت تماما عن افلام عادل امام اللي كنت بتفرج عليها. حتى شعور استحقاق الحياه اللي خبرتك عنه باول الفيديو كبر اكثر، وصار شعور باستحقاق ان نعيش مع ناس حلوه مثل عم تفرج على هذا الفيديو. طول الوقت وانا بالكلية كان في عندي شعور كتير غريب، كنت دائما بحس انه لما كنت بالحرب وانحرمت من التعليم لمده سنه، كنت دائما بحس انه هذا الشعور ممكن يطاردني بيوم من الايام، ممكن بيوم من الايام يصير العلم فعلا شحيح، يرجع الوضع بيوم من الايام ما في كهرباء، ما في نت، ما في مدارس، ما في كتب، ما في حد عم يتعلم. فطول الوقت بتعامل مع العلم على انه شيء نادر ممكن ينشال من ايدي، فدائما بحاول اجرب قصص مختلفه، دائما بحاول اجرب مجالات مختلفه. تعلمت سوشيال ميديا ماركتنج، تعلمت فويس اوفر، فيديو ايديتنج، تعلمت طب، تعلمت تدريس، تعلمت انجلش، تعلمت لغه المانيه، تعلمت موسيقى، تعلمت جيم وتغذيه واحمال وقوه بدنيه، تعلمت مجالات كثير مختلفه، لانه دائما عندي شعور بانه العلم هاد ممكن يجي بيوم من الايام وما يكون عندك اوبشن انك تتعلم اصلا. ما بدي اطول الفيديو اكثر من هيك، بس شعوري 23/5/2021 مختلف تماما عن 23/5/2013. كنت اياما حزين بانه طالع من البلد غصبا عني، بس هلا مبسوط لاني لما جيت على مصر تعاملت مع المجتمع اللي انا عم بتعامل معه هلا. مبسوط بانه صار في منبر اقدر من خلاله احكي مع الناس واقول لهم بانه اي شيء انت بتحلمه وبتتخيله ممكن توصل له. بتمنى من كل قلبي بانه الحروب توقف بسوريا وباليمن وبكل الدول العربية، وبتمنى بأنه يكون بأي وقت متاح لأنك ترجع على بلدك أو تروح تشوف إخواتك أو حبايبك. ولكن دايما خذوا قرار بأنه لما تتعرضوا لشيء غصب عنكم أنه تحولوه لشيء حلو، تحولوا التجربة من حزن واكتئاب لنجاح وفرح ومعرفة. حاولوا تتعودوا على المجتمعات الجديدة وعلى الناس الجديدة وتبنوا علاقات كتير قوية. كفايه كده بقى، عشان ايه؟ ورانا شغل ورانا محاضره رايحين نشرحها ان شاء الله. فاوعى تصدق الكلام اللي فات بقى، بص ها، اعمل اشتراك، فعل زر الجرس، تابعني فيسبوك وانستجرام، ولو احتجت حاجه ادي العيش لخبازه. سلام.